طيب هسألك سؤال بقى في العام، انت خلاص انت راجل بتشجع المقاولين، اه بس تتوقع للاهلي ايه بصفته ممثل لمصر ان شاء الله في كاس العالم للانديه؟ حاسس الاهلي يوصل لحد فين؟ اكيد يعني اكيد بتمنى له ان هو يوصل للفاينل يعني، اكيد مش يعني طبيعي هقول لك انت بتشجع برشلونه؟ بشجع برشلونه صحيح، هيلاعب ريال مدريد في السيمي فاينل لو وصل السيمي لا فاينل. يكسب يكسب هو كده كده لو هيلاعب برشلونه يكسب برضه بما اننا مصريين يعني، تتمنى؟ اتمنى طبعا طبعا، كلنا نتمنى. اتمنى ان هو يكسب. محمد تصورك ايه شكل النادي الاهلي يوصل لمرحله لحد فين في كاس العالم للانديه؟ والله طبعا انا اتمنى زي ما كابتن جبنه قال ان هو يوصل نهائي، والموضوع طبعا كاس العالم بيبقى ماتشات قويه جدا، في فرق يعني من اقوى الفرق في كل البطولات اللي لعبوا فيها، فهيبقى الموضوع صعب، بس انا اعتقد ان النادي الاهلي ان شاء الله ممكن يوصل لاقصى مرحله، يعني ممكن يوصل لقبل النهائي ان شاء الله، اتمنى يعني انه يوصل لها ان شاء الله باذن الله.